السلام عليكم أخواتي، كيف حالكم؟ رمضان كريم. اليوم بغيت نحضر معكم وصفة ديال قطبان دجاج بتتبيلة جد رائعة. إذا شنو خاصنا في هذه الوصفة؟ خاصنا قطع من الدجاج، يمكن تعوضوه اللي ما عندوش يدير قطع من الديك الرومي. بالنسبة للتوابل خصني ملعقة صغيرة من لاموطارد المستردة، عندي هنا دبس الفلفل ولا عجين فلفل، هنا كنت حضرته. دابا نخليكم الطريقة في صندوق الوصف. اللي ما عندوش يدير بابريكا أو التحميرة، عندي هنا معجون الطماطم، يعني طماطم مركزة ما تشطحوك. عندي هنا شوية الهريسة، هذا اختياري بالنسبة اللي عنده مشكل في الهضم، يعني ما كيبغيش الحار ما يديش الهريسة، هذا فلفل حار. هنا عندي جوج دروس ثومه، يعني ثوم، اذا هنا فصين ثوم. هنا عندي قليل من الزنجبيل او سكينجبير، هذا عندي زنجبيل طري حكيته، يمكن نعوضه بسكينجبير بودره. اذا عندي زيت زيتون، اللي ما عندوش زيت زيتون يمكن يستعمل زيت المائده. عندنا هنا ياغورت طبيعي او الرايب، عندي هنا ملعقة من عصير الليمون الحامض، اللي ما عندوش الحامض يدير الخل. عندنا هنا بالنسبة للتوابل، عندنا بزار فلفل أسود، عندي ملح حسب الذوق، وعندنا كركم خرقوم بلدي. إذا الطريقة جد سهلة، ولكن قبل ما نبدأ في الطريقة، هنا يمكن لنا فهاد القطبان نرافقهم بخضر مشويه معاهم في القطبان. نقدر ناخذ فلفله خضراء، فلفله حمراء، ولا عندي فلفله صفراء او فلفله خضراء فقط. عندي قطع من الطماطم، هذه حتى نبغيو نديروا اللحم الدجاج في القطبان عادي يمكن لينا نديروا معاه هاد الخضر. اذا الطريقه سهله، هي انني غادي جميع العناصر غادي نخلطها في وعاء، غنجيب توابل شويه البزار، الخرقوم البلدي، الملح بالطبع حسب ذوق كل واحد، غندير عصير حامضه، وغناخذ جوج معالق ولا ثلاثه ديال الري. وغنخلط هاد العناصر كلها تتولي متجانسة. غنضيف زيت الزيتون او كما قلنا زيت المائدة بالنسبة اللي ما عندوش، ونبدأ نخلط مزيان. ومن بعد غنضيف قطع الدجاج لهذه الصلصه، من بعد غنديروها في اناء مغلق او ندير شي فيلم بلاستيكي على هاد الزلافه، وتخليها على الاقل ساعتين. علاش؟ باش تشرب هاد الدجاج، يتشرب هاد الصلصه ويرطب. الا قدرتو ديروها ليله كامله في الثلاجه، بالطبع خصنا نخليوه في الثلاجه يكون افضل، فغتكون يعني الوصفه جد لذيذه. اذا الان غنخليها انا على الاقل ساعتين، انا موجده الفطور ودابا الصباح، يعني غنخليها مده طويله، ومن بعد غنبغي غنطيبها غادي نرجعو نوريكم المرحله المواليه. لمرافقه قطبان الدجاج غندير واحد صلصة، واحد كيل مايونيز، هي صلصة بالثوم، وغندير بطاطس في الفرن.
اذا غنشوفو اولا صلصه الثوم. اذا هنا خديت جوج دروس الثوم، بالطبع بانه رمضان انا سلقتهم، ولكن هي كتجي احسن الا كان الثوم يعني طري ما يكونش مسلوق. اذا عندي هنا جوج دروس الثوم، غناخد ملعقه صغيره من الخل، غناخد ملعقه صغيره من عصير الحامض، عندنا قليل من الملح، هنا الملح على حسب كل واحد فيكم، وغناخد ربع كأس من الحليب. وغنطحن هاد المكونات. اذا الان طحنا الثوم مع الحليب، غنضيف مقدار نصف كأس من الزيت، هو اللي غنبدا به، وغنبدا نخلط بشوي بشوي. هنا غندير نصف كأس من الزيت نباتي، زيت نباتي، وملي غنبدا نخلط غنبقى نطلع في الميكسر بهذه الطريقة، غنطحن ونطلع هكا. علاش كنبقى نطلع الميكسر بهذه الطريقة؟ باش الهواء يدخل لهذا الخليط. الان بعد ما انتهيت، هيا صلصه الثوم كتجي كيف المايونيز. بالنسبه للطبق المرافق اللي هو البطاطس في الفرن، اذا هنا هاد البطاطس اذا خديتها لاحظتوها بانها بقشرتها وسلقتها نصف سلقه في الماء وملعقه من الخل، ده هذه مسلوقه نص سلقه. غنضيف لها شويه الملح، وغنضيف ملعقه من الزيت، ملعقه كبيره من الزيت، وغنخلط مزيان، وغنوضعها في طبق الفرن يعني في صينية ديال الفرن مغلفة في ورق الطبق، وغنديرها في الفرن مدة 15 دقيقة أو حتى تحمر على درجة حرارة 250 درجة. الان بعد ما جهزت قطبان ديال الدجاج، هما لاحظتوا بانني درت الفلفله والطماطم بين قطع الدجاج، وغنشويهم الان فوق الشوايه. انا عندي شوايه الضو، اللي ما عندوش الشوايه هو من الافضل اصلا دير الفخر تشوي على الفحم، ما كانش غدير هاد الشوايه تاع الكهربائيه، او يقدر الواحد يحمره في الفرن، واللي ما عندوش يقدر يدير هاد قطع الدجاج في مقلاه ويطيبهم نفس الشيء. نوضعهم دابا فوق مشوات الكهربائيه، وهاد الصلصه هادي غنحافظ عليها باش ملي نبدا نقلب القطبان غنبقى ندهنهم بهاد الصلصه باش يبقاو رطبين. الان غنقلبهم، ملي تحمروا على جهه نقلبهم،
وغنعاود ندير شويه الصلصه باش عاود تقلبتهم كتبقى كيبقى اللحم طري. اذا فيما قلبتهم ندير شويه الصلصه هكا. قطبان الدجاج ها هما وجدوا قرب شوفوا كيجيو محمرين. اذا رافقتهم بالبطاطس محمره في الفرن وبصلصه الثوم، ها هي درتها في الثلاجه حتى شدات مزيان، ورافقتهم بسلطه خضراء. اذا هاد الدجاج يمكن ايضا نديروه على شكل ساندويتش، نجيبو البطبوط ولا الخبز عربي وندهنوه بهاد صلصه الثوم ونديروه في وسط منه هاد القطبان. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، تشاركوها مع اصدقائكم وتشاركوا في القناه ديالي. شكرا.